أخضع للعلاج النفسي منذ 20 عاماً، ولما بيكون عندي تصوير في رمضان ما بصومش لأني ما بقدرش. الميتين لا يمكن يصحوا. هيك كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن خضوعها لمتابعة دورية لدى طبيب أمراض نفسية منذ 20 عاماً بسبب الضغوطات اللي عم تتعرض لها، وأكدت صعوبة المواظبة على صيام رمضان بأيام التصوير، خاصة أنه هي بتقضي بالاستوديو ساعات طويلة وبتحتاج لتناول العلاج بأوقات منتظمة. ماذا صرحت عن مسلسل تلت الثلاثة؟ غادة رح تظهر بثلاث شخصيات مختلفة بمسلسل تلت الثلاثة، الأمر اللي أثر على نفسيتها، مؤكدة أنه عندها طبيب نفسي خاص من 20 عام وهناك تواصل دائم معه للتخلص من الضغوطات اللي عم تتعرض لها. وبسؤال عن خلافاتها مع الفنان أحمد زاهر أكدت أنه ما في مشاكل معه ولم يكن هناك أي خلافات معه بالوقت الحالي أو بالفترات الماضية، وهي ما بتعرف سبب تصريحاته ضده رغم العلاقة الطيبة اللي كانت بتربطهم. وتابعت ليلى أحمد زاهر كانت مرشحة للدور في مسلسل تلت الثلاثة، وحتى رغم الخلافات مع أحمد زاهر ليلى ستكون الفتاة المرشحة للدور، فأنا لا أربط خلافاتي الشخصية مع النجوم بأشخاص آخرين، لذا علاقتي مع ليلى أحمد زاهر علاقة ممتازة ولم يتم استبعادها من مسلسل تلت الثلاثة. وأكدت عبد الرازق أن المشاركة بالدراما الرمضانية ليست عادة، بل ما يحكمها هو وجود العمل المناسب، وأضافت أنه هي بتبحث أولاً عن العمل الجيد وليس التواجد الرمضاني بحد ذاته، قائلة لو ربنا كرمني بحاجة كويسة بنزل شغل في رمضان، وما فيش حاجة اسمها عمود من أعمدة رمضان، وما ينفعش أنزل كعبء على الناس، ليه أعمل في نفسي كده؟ وحول طريقة التوفيق بين مواعيد التصوير وصيام شهر رمضان قالت غادة عبد الرازق لما بيكون عندي تصوير في رمضان ما بصومش لأني ما بقدرش، وكمان بسبب الأدوية ومناعتي الضعيفة والشغل ممكن يستمر يوم متواصل. لذلك لما بيكونش عندي تصوير بصوم عادي زي كل الناس. وتابعت بحاول لما برجع بيتي 4:30 الصبح أتفرج على التلفزيون، وزمان كنت بحب أتفرج على فوازير نيلي وشريهان، ودول من أسباب حبي للشهرة في التمثيل، مش أمثل بس وبحب أقلد نيلي وشريهان. ويذكر أنه تلت الثلاثة من إخراج حسن صالح وتأليف هبة الحسيني، وبيلعب أدوار البطولة فيه إلى جانب غادة عبد الرازق، ماجد المصري وصلاح عبد الله، وهو مكون من 15 حلقة فقط.